أجندة سنتي. أهم المواعيد الطبية والعلمية أول باول تستمعون على الباج أوفيسيال فيسبوك متاعنا في أجندة سنتي. وهذا ونذكركم أن اليوم مش يكون حديثنا على سنة كيم كونغري انترناسيونال دو لاسوسياسيون تونيزيان دو كونسير كولوريكتال. هذا اللي بش يكون بتاريخ 22-23-24 سبتمبر بقصر المعارض بسوسة. ويمش يكون فما ديزاتولي سيانتيفيك ديزاتولي دو بيداغوجي. هذا وأكثر لانتجراليتي دو بروغرام تنجمو تلقاو على الباج أوفيسيال فيسبوك لرجل حياة فام إذاعة القاهرة وين الصحة. هذا فيما يخص 5e congrès international de l'association tunisienne du cancer colorectal. Quintet d'agenda santé. Bonne soirée, Lyon. Agenda santé.